الرأي كينزل علينا كالصاعقة أخي، ما عرفناش يا أخي هاد الحكومة واش هي ضد الشعب أو مع الشعب. من الضرائب صراحة نقول شي ما عقلوا علينا في والو، فهمت؟ دراويش اللي في حالنا واش عارفينهم اللي كياكلوا الشهر، ما ديك الشهريه ديالو راه فهمتي داخله يعني في حاخ خدم بحال ما خدمش. يعني هاد القرارات هادو كيجيونا على غفله، كنكونوا جالسين كتسمع خليك شوت في الثمانية ولا شوت في هذيك. اللي هاد الحكومه ما عرفناش واش حنايا كجرات سيما كيحسبوناش، مره ما كاين لا تعويضات لا حتى شي حاجه، كيقول لك اجي شوت في الثمانية في التسعود. وهذا القرار زعما الصراحه قاسي جدا على حساب هاد الظروف اللي كنمروا منها دابا. حنا كنا كنتمنوا زعما الامور تكون تحسن، الساعات هنا كتشوف زادو قهرونا بشدو في التسعود. في 11 كتكون شويش يعني كتبقى تتحرك في العشيه في حاله الساعه هذه، عاد كتبقى تتحرك الدعوه شويش. بنادم كيكون في البحر مع هذيك الجوج ثلاثه، بنادم كيجي للدار كيجي يعمل ديك قهوه دابا السبعه الثمانيه التسعود العشره 11 هي هذه كنشدو كنمشيو بحالنا، دابا ما يخليو لنا والو دابا. بس حنا كنأديو لهم المسائل ديالهم الضرائب، عاوتاني كنمشيو نصرحوا بهاد المسائل هذه، كنمشيو نصرحوا بالضريبه ديال المشروبات كونسوماسيون، ما كيعقلوش علينا، ما كيقول لك شي زعما باللي نتينا راه شديتي في الثمانيه ولا يعملوا شي تنقيص، كتصرح الواجب لك كانك تخدم عادي فهمتي، ما كايناش زعما شي ناقصه ولا شي حاجه. واحد ثلاث شهور كورونا كنا شادين مره، هذيك هي اللي مشينا نصرحوا باللي عملوا لنا زيرو، ما خلصناهاش بالحق. ملي جا هذيك القرار ضد الثمانيه ولا هذيك صرحنا بكل شيء، من الضرائب صرحنا كل شيء، ما عقلوا علينا في والو، فهمت؟ اش نقول لك اخي؟ ايوا الراي ديالي بالنسبه لهذ القرارات هذه اغلاق في التسعود، الرأي كينزل علينا كالصاعقة أخي، ما عرفناش يا أخي هاد الحكومة واش هي ضد الشعب أو مع الشعب. حنايا كتجار يعني أخي أي باش نقول لك مضرين 100% بالنسبة 100% مضرين. علاش دابا مثلا جالية عاد ما جا، جالية كتبقى كتعطل، ماشي جالية بالنسبة للسكان الشمال كيتعطلوا بالليل، كيبقاو حتى جوج الوحدة سهرانين. حنايا بالنسبة للخدمة دابا من البنات هذه 8 من فوق عاد كتبدا الخدمة. اللي هذا الحكومه ما عرفناش واش حنايا كجرات سيما كيحسبوناش، مره ما كاين لا تعويضات لا حتى شي حاجه، كيقول لك اجي شوت في 8 في 9 كنخلصوا كل شيء الضرائب. حنايا ما جينا دابا مثلا الضريبه ما كناش زعما كنمشيو نتحاقوا من العام للعام ولا شي حاجه، دابا مشينا جبنا تراكم الضرائب 3 ملايين اخي ما نجيبها يعني. يلاه 3 ملايين عندي دابا ما نجي توقيت اللي كاين اسمها اخي شنقول، يا الاقل كان 11 على الاقل هذا، اما التسعود راه بتاتا ماشي في الصالح ديالنا، بتاتا ما كاينش. الخدمة 8 انت كتشو دابا شحال دابا في الساعة؟ 10. حنا الانسان عاد كيخرج دابا، ايوا هو عاد نض، عاد نض دابا عاد ما يجي ياكل عندي. ايوا انا شني دابا نشود. يعني اذا عملوا هي 10 شوية دابا تسعود هذيك هي ساعة الخدمة. يعني انسان بالنسبة ديالنا حنا قهاوي تسعودوا فوق هذا كان عاد كنتحركوا. عاد كتبدا الخدمة، وما دابا تسعود دابا بنادم كيقيل الخدام. 8 عاد كيجي للخدمه نص ساعه ما كان ما يرتاحش فيها واش فهمت؟ ودابا الضريبه هما ما يعقلوش عليك بالضريبه. ضريبه في حبسه حسي في خدمتي عاد خلص. وما عادش شي عاد مثلا اذا قتلوا من هذا الشهر ما خدمتي ما يقولوا لك الشغل ديالك. عشوائيين وصحيح حيت هو ما كيتخلص وكيدو فلوس صحيحه واش فهمت؟ ولكن شكون اللي كياكل الشعب؟ الشحط والشعب. الدراويش اللي في حالنا واش فهمتي؟ هما اللي كياكلوا الشحط. ما ديك الشهريه ديالو راه فهمتي داخله يعني في حاخ خدم بحال ما خدمش، ولكن حنا كنتكرفصوا. واه مجوجين فهمتي، انسان مجوج المصارف راه ما صرحناش هاد الاغلاق في التسعود، وحنايا راه يعني سنة التسعود عاد كنبداو الخدمه كنتحركوا شويه، الناس كتقير خدامه يعني بالليل عاد كتجي كتبغي تجلس وتشرب قهوه كانه ديالها. ايوا هادشي اللي كنطلبوا من الله ربي يوزع علينا هذا الوباء والتطلاق ترجع الامور كما هي. 11 ماكسيموم 11 11 ونص هذيك السويعه، يعني الانسان بنادم كيدخل في حاله يعني هذيك الساعه ما يعني ما بقاتش الساعه القهوه فهمت. ما كرهناش يعني يشوفوا لنا شي حال يعني شي قرار من غير هذا، الانسان يحاول يعني يدعموه فهمتي، ما يبقاش يعني مزير حتى هو هذا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.